السلام عليكم. السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. شيخ انا بس يعني احيانا بفوت مثلا كل يوم مثلا صلاه ولا صلاتين ولا اقضيهم، واحيانا ممكن اقعد يومين ما اصليش. فانا مثلا زوجتي لو جمعتها وحملت في الوقت اللي انا ما بصليش فيه. يعني أنت بتسأل عن الحمل مسلم ولا كافر، ولا تحل لك ولا تحل؟ أنت الأول تسأل عن نفسك، أنت في بلاء عظيم، أنت مرتكب كبائر عظيمة. ربنا قال كنت تحفظ سورة القصار، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. فويل، قيل الويل وادي في جهنم كما جاء به الحديث، يسيل إليه صديد أهل النار، وقيل تهديد شديد ووعيد أكيد للذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انتبه لنفسك، أنت في سكرة، أنت في سكرة، كيف تنام وأنت تارك الصلاة إذا كنت مسلما؟